مساكي، ان شاء الله الف مبروك. ردوا معي اوه يسعد مساكي يا فلة انيسي، اوه يلي قطفتك من البستان على كيسي، اوه قدر الله وجلستي مجاليسي، اوه لكتب كتابك وحط النقد من كيسي، اوه يا بنيي يا بنيي، اوه ويا اسوارة بايدي، اوه وكل الاساور طقوا، اوه وانت الباقي لي، وفيقة أختي ربطي لي هالمنديل على خصري خليني فرجون كيف بيكون الرأس. هاتي هاتي أختي، يلا يلا خبريني يلا يلا. أم عبدو وقفي العرس ونزلي البنت وخليها يتغير أوعية. يلا ليش ما نوقف العرس يا رجال؟ عم قلك وقفي العرس يعني وقفي العرس. ومرت أخوك اللي جاي تأخذ البنت شو بدنا نقول لها؟ ليلى مالك عنا عروس وقلعية. يا رجال احكي لي إذا صاير شي مشان الله احكي. أنت ساوي مثل ما عم قلك وبس. أمرك أمرك يا رجال. يو هي قالت لي. أي والله يو. يو لي على عمتي لازم أحكي معها. عمتي قومي معي شوي. وين 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 أم وضاح؟ هي عروسة ابني يا بعدي، وأنا وأمها مننزلها من على الأسكي، أنتِ خليكي مرتاحة. صبحية بعدي من وشي أحسن لك. ها خير شوفي شوفي. أم عبدو قولي لأم وضاح تروح تقعد محلها، هي عروسة ابني وأنا بنزلها من على الأسكي. أنتِ ما إلك عنا عروس. نعم 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 نعم، شلون يعني مالي عنكن عروس؟ مثل ما سمعتي تقبريني ولا طرشاني ما عم تسمعي؟ لا تنسي انه ابني كتب كتابه عليها، يعني بيقدر ياخدها غصما عن الكبير والصغير والمقندق بالسرير. صبحية لفيها احسن لك، قلبي معبى منك. ها لا يا مرتخي ما بصير هيك، شو القصة؟ ام عبدو اسمعي، انا ما كنت بدي نزلها لرويدة، كان في كلمتين بدي احكيهم بيني وبينها. وشو هالكلمتين يا مو؟ اطلعي لبرا وليه؟ اطلعي من بيتي يلا. لا لا يا ام عبدو ما بصير هيك. لا بصير تقبريني، وأخوك أبو عبده هو هيك بده. أخي يو ماشي الحال أنا بورجيكو. روحي حبيبتي درب اللي سد ما يرد، الله لا يردك إلهي. والله لسففك التراب والله. يا مشوفي سألي هالحناين خليهن يحكولك عن الطبخة اللي طابخينا. لك يا مهلا مين جاب سيرة الأكل والطبخ؟ امشي ولا امشي قدامي. موضع تقبري قلبي نزليلي هالعروس من الأسكي نزليها. يو وين عايشين يا جماعة؟ اي والله والله ما حدا بيطلع منكم من هون إلا تاكلوا وتشربوا، وبعد ما نخلص كلياتنا بدنا نروح لبيت أم نصري. عم تبكي؟ ليه عم تبكي؟ تكون عم تبكي مشان بنت خالك وضح. يبكي مشان حريمي بيكون حريمي. يا حوينة تربيتي فيك. بعد ما طلع ابو لطفي من عندي وقلت له خلي ام صفوان تنزل العروس، شفت عربية طويلة عريضة وقفت قدام باب المجال، وإذ سالم بيك جاي لعندي. أهلين سالم بيك. أهلين وسهلين بهالقلب بهالعين. الله يطول عمرك. نورتنا والله. شكرا يا ميت. أهلين طمني عنك كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. صب قهوة يا بيك. عمرك يا بي. كيف شغلك؟ ماشي الحال الحمد لله. الحمد لله يا ميت. أهلا وسهلا، زارتنا البركة والله. شرف سالم بيك. الله يبارك فيك. مرني سالم بيك. يا سيدي أنا بستعجل. خير؟ هذا صفوان لابن أخوك. صفوان؟ خير شو هو؟ من مدة إجا لعندي وخطب بنت أختي وكتب كتابه عليها، ومن وقتها غطوا ما عاد بين. البنت يتيمة وما لها حدا، أنا ولي أمرها.
نحنا ما بيضحك علينا يا ابو عبدو، ترى اللي بيدسنا على طرف مناخد روحه. هلا صفوان خاطب بنت اختك؟ ليش ما عندها خبر بهالقصة؟ لا والله، بس يعني طبعا يعني انا حصل لي شرف يا بيك. الله يزيدك شرف. بقى اللي بدي اياه منك تقول لاخوك وابنه يعملوا حسابهم يجي يوم الخميس الجاي ياخذوا البنت، واذا غيروا رايهم يحضروا لي 250 ذهب عصملي. اوف، 250 ذهب عصملي؟ ايه، لانه المهر اللي اتفقنا عليه 500 ذهب، وطالما ما تجوزوا بيطلع لها نص المبلغ. البنت يتيمة، أنا ما بدي فرط لها بحقها. خلاص يا بيك، أنت اترك الموضوع علي وأنا بتصرف. هي بعت له حمى إلهي، إيش مفكر بنات الناس لعبة؟ إيه يا أخي، وشو صار بعدين؟ البيك حمل حاله وراح، وأنا بعت رجلي نادي العمو بصفوان وصفوان، ولما إجوا صار صفوان بده ينكر. لما اتسفقته كف خليت الشرار يطلع من حوله. إيه وطالما انك خاطب بنت اخته للبيت وحاطط له مؤخر 500 ذهب، ليش ما حكيت؟ ليش خليتنا نخطب لك بنت عمك ونتحمل خطيتها؟ يا بيب، هي امي كان بدها هيك، قال حتى ما حدا غيرنا يخطبها. امك ولك الله يعدمني اياك انت وامك، ولك بهدلتوني وسودتوا عيشتي وبعدين معكم، بعدين طلاق. مين صبحيه؟ ولك شو بدي بصبحيه انا؟ عم قلق طلاق. مين من بيناتهم؟ مين بيناتهم يعني؟ رويدة. لك أخي والله هيك ما بيصير، يعني لولا هالمشكلة كنا هلأ عم نزفها. طيب انت معك 250 عصمالية ذهب تعطيهم للبيك نص مهر بنت اخته؟ انا من اللي حسرة. اذا كان يقول ابنك يطلقها. طلقها؟ لك شو بس ما بس؟ بعد ما تطلق بس بس على كيفك. خلاص الله ابني طلقها. رويدة طالب. ايوه، منيح اللي رضي يطلقها وما عذبك. لك شو يعذبني؟ قال يعذبني قال ايه، علي يجيري بمسع رقبته وبحسب الله ما خلقه. يلا اختي، يلا قومي روح لعند بنصري خطيه، بتلاقيها حلوه منكم. الله يستفل فيك يا صبحيه يا بنت الدومري. يو، تضربوا انتو وبنتكم، اللي بصح له يتجوز بنت البكوات ما بيطلع فيكم وبناتكم. لك انا اتقلع قدام كل نسوان الحاره انا؟ لك يا عشرنه يا فلتانه يا بنت الكلب، قلت لي ضربك يا مو؟ ايه الهي الهي، تنشل ايديه الهي وانت جاهي يا رب. محجوب ابن حفيظه تنكسر ايده الهي وانت جاهي. لك هلا شو هالشغله؟ عمو ضربه كف، شو صار؟ لك ما عاش وما خلق لسه اللي بده يضرب ابني. هلا كل هذا الشيء مشان كيف؟ اي والله كنت فكرته اكله شيء قتله مرتبه مثل هديك القتله اللي اكلتها امي من عمتي هديك المره. ولك انا 100 مره قلت لك انت لا تحكي بنوب، ولك لا تحكي بنوب. لك مين قال تحكي؟ ولك مين قال تحكي؟ اتركيها يا حرمه، اتركيها. بدك تحكي وانت عن حقك كاتب كتابك على بنت اخته لسالم بيك، والعرس الخميس الجايه. ايه يا ماما. اين اعوى ويشربوا ميتها لرويدة خانهم. زكية. نعم يا مو. حطي ملايتك عليكي. ليش لوين بدنا نروح؟ على جهنم. روحي حطي ملايتك عليكي. لوين بدك تاخذي البنت وتروحي بهالليل؟ قالت لي انه خاطب بنت اخته للبيت وكاتب كتابها. دكان شان يبهدلنا بالعارة. لكن يا بعدي، لانه بده يتزوج سنتين سوا. قال مثل ما قال المثل، حملوا عنك رسولي. انا شو دخلني المثل هيك بيقول؟ اود ما سمعنا شو عم تحكي. لك بلاكي بقطع لساني، سكري تمك. لك اصلا الحق علي اللي بضل قاعده معكم. ها تضربي امه. خلينا نروح لعند سالم بيك نشوف البنت وتعرف على الجماعه. زكيه شو بدك؟ بس تقبريني. ايه حاضر. هلا هاي العروس اللي كاتب لها 500 ذهب مأخا. امي مشان الرسول لا تزيديه على قلبي. لا زيد على قلبها. قلع لي صايد لك شي غزاله تقبرني. وهي على قامتي. الراحل اعور وتبعور. ما يجي ابي؟
بحياتك شفت شي مرة مربية كلب وصطار؟ لا إله إلا الله يا مو، بس كأنه هالعروس جبه مو هيك؟ على أساس أنت أنظى؟ إيه لا بس أنا ماني مثله. إيه شو جاب لجاب مو هيك يا بي؟ إيه أهلين أم صفوان. الله يسلمك. البيك هون؟ والله البيك مسافر. ولاده في حدا منهم هون؟ لا والله ما في حدا. أهلين حماتي. كيفك حماتي؟ أهلين تمام حماتي. الله يوفقك، الله يخليك، خديني معك. بدرية ساوت لي لعبة بدي فرجيها لزكية. الله يوفقك حماتي، الله يخليكي. خير أم صفوان؟ شو في؟ ما في شيء. حماتي حماتي. يلا خاطركم، مع السلامة. يا شو مرت عمي لوين رايحة؟ والله تاركة زكية لحالة بالبيت. شو رويدة خانو؟ شايفتك صحيتي وما عاد فيك شي. سكتي يا مرت خالي، مو تاري لك رويدة كانت مسحورة والشيخ نزير فكر لها السحر. يا سلامتك. يبعت لك الهنا يا سميحة على هالشغلة اللي اجت ببالك. لك خلص ايمونا من سيرتها لا ترجع وفيقها. لو بترجع يعني شو المشكلة؟ الله لا يوفقك يا أم وضاع، الله لا يوفقك. أخوكي وابن أخوكي محبوسين وانتي دايرة عم تخطبي لابنك. لك تفوق يا أمو. ليش عم بتبزي علي؟ لك شو عم بزي عليك انتي التانية؟ حلي عني. آخ يا راسي آخ آخ. دخلكون دخلكون راسي. الله كبير، من غضبوا عليهم كانت الحوتة رح تاكل القمر. آخ يا راسي، شو بدهم أكتر من هيك؟ شو بدهم أكتر من هيك حتى يعرفوا إنه الله غضبان عليهم؟ آخ يا راسي آخ. دخلكم. أهلين بس عم ميدان. الله يخليكم يا سيدنا. تفضل استريح. شرفوا شرفوا. يا الله كيف الميدان وأهل الميدان؟ والله كلهم بيسلموا عليكم وبيدعوا لكم يا سيدنا. شو أخبار الخير أبو الضاح؟ آخ على الخيل يا جناب الحكم ده. ليش في أحلى من الخيل؟ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. اي نعم والله اشتقنا للخيل يا مختار، بس الحرب حرمتنا من الخيل. ادخل. جبناه سيدنا. فوتوا لشوف. لا دخيلك يا سيدي ابو الضاح، دخيلك ابو تنجليك. توكل الله، استغفر الله العظيم يا ربي. شو مختار؟ طبعا بعرفه، بس لا تقول لي انك جاي مشان تتوسط لهم. هو بصراحة انا جاي اتوسط لهم، وطبعا بكرم جنابكم. ليش شو عاملين؟ قل له شو عاملين؟ قل له للمختار شو عاملين؟ يا سهري والله ما انا عاملين شيء، والله لا عملت ولا حكيت شيء، بس هذا المغبوب مدري شو حاكي على جناب الحكمدار. شو؟ طولي بالك يا ام صفوان، هلا ابو وضاح بيطالعون ان شاء الله. لك يلعن ابو وضاح على ام وضاح. قال أهلك لا تقربون، بيرسك عقربون. أصلاً أنا من وين جايتني كل هالبلاوي غير منون؟ لا يا أم صفوان لا. إيه والله والله، أبو وضاح وأم وضاح ما في منهم وبالتقل وبالدهر. وهي أنتي قلتي بعظمة لسانك إنه إن شاء الله بكرة أبو وضاح بده يطالع. إيه لا يغري، هذا على عيون الناس بس. يو مثل ما عم قلك، ما شفتي مبارح الله من غضبوا عليهم كانت الحوتة رح تاكل القمار. لك الله بعالي سماء زعل على صفوان وابو صفوان، وهن دايرين بدهم يخطبوا لابنهم هالكلبة بنت الكلبة. يو شو هالحكي؟ ومين هي الكلبة بنت الكلبة؟ رويدة، رويدة اللي كان خاطبها صفوان ورمالهم اياها مثل الكلبة. هلا ابنك هو اللي رمى رويدة؟ لك ابني خاطب بنت بكوات، هلأ اللي خاطب بنت بكوات راح يروح يطلع على واحدة مثل رويدة. أهلا وسهلا خالتي أم شاهد. الله يسلمك حبيبتي، يسلموا هالإيدين، إن شاء الله من ضيفك وأنت عروس. إيه بكير خالتي بكير، قال خلي العسل بكواره ولا تجي أسعاره. تسلميلي، شو عاقلة ومعدلة وفهيمة. ونيالة اللي راح تصير حماتك قديش راح تتهنى فيكي. تشكل آسي، مالك علي يمين، مالك علي يمين. لولاها كانت حالتي حالي، ما بتخليني مد ايدي على شغله، تقبر قلبي. حتى سالم بيه عمه لابني لما شافها طار العقل شيته فيها،
وصار يلمح لي هيك انه بده ياخدها لابنه، بس هي لانه عاقله ورزينه وفهمانه قالت لهم لا ابدا ما بتجوز الا من الحاره. عن حق يا مو انا هيك قلت؟ ايه لك عن يا مو عن حق. واذا قلت لك كرمال خاطري؟ خاطرك غالي يا وضاح، بس هيك حكي اذا وصل لجمال باشا بيأذيني يا وضاح، وانا ماني مستعد اتبهدل مشان واحد واطي مثل هاد. يا سيدنا هي اكلوا نصيبهم، وانا بوعدك وعلى كفالتي انه ما عاد يعيدوها مره تانية. شوف يا وضاح، الاب رح خليك تاخده، اما الولد اعتبره صار عسكري. شو هالحكي؟ مثل ما عمل لك يا وضاح. ايه بس عدم المؤاخذه، صفوان وحيد سيدنا. حتى لو كان وحيد انا ما بقدر كذب الحكي اللي حكوه علي الا اذا اخذته على العسكريه. طيب مثل ما بتأمر سيدنا، بس إلي عندك رجاء أخير الله يخلي لي إياك. هذا صفوان عرسه يوم الخميس، بقى بمعيتك باخده معي، بيتجوز يوم الخميس وبيودع أمه يوم الجمعة وبيضب غراضه، والسبت الصبح باخده بإيدي على أخد عسكر. بالمناسبة عروسته بتكون بنت أخته لسالم بيك. مين هاد سالم بيك؟ سالم بيك الدفتردار. إيه هذا شلحوه البيكاوية من زمان. شو هالحكي؟ مثل ما عملناك سيدي مالنا. المهم هلأ شو أملتوا جنابكم بخصوص الولد؟ بلكي هراب يا أبو الضاع. الله يسامحك، هذا وعد مني، أنا بإيدي عم قلك باخده يوم السبت، وهي شواربي. إذا كان هيك خده، يوم السبت بدي يكون عندي هون. بتأمر أمر، فضلت على راسي، والله بعمري ما رح أنسالك هالجميل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بس يا بنات ما بيجوز تستغيبوا البنت. ايه يا مو ايش عم جيب الحكي من عندي؟ الله وكيلك هذا اللي قالته. لك يا مو ما بصير، حرام ما بيجوز. معلش يا ام شاهير خلينا مبسوطين، هون صلنا زمان ما ضحكنا. ايه قولي لي شو قالت كمان؟ قال شو يا ستي؟ قال خلي العسل بكواره لتجي اسعاره. توبريني وامتى رح تجي اسعاره؟ بس يحج القاع ويطلع الحمار على السطح. لا وشو صارت ام صفوان بدها تتحش بنتها دحش بمناخيرها لامي. لكن يا بعدي، قال الخنفسه شافت بنتها على الحيط قالت له توبريني مثل اللوليه بالخيط. لك مو عيب تحكي عليه، فوق ما خدمك بشغله الاخذ عسكر داير بالحاره تحكي عليه بالغلط. لك في حدا بيسترجي يجيب معدل الحكم دار؟ بس مو الحق عليك، الحق على ابو صفوان. ليش ليش؟ والله انا ما حكيت شيء. ما حكيت شيء ما؟ لكان ابنك منين دري بصيت الخواريف؟ انا قلت لك انه الخواريف اخذوا الحكم دار ببلاش، مو قلت لك انه هدول هديه مني؟ بعدين الحكم دار ناقصه خواريف. والله عيب عليكم يا جماعه، لكن الناس يا ابو صفوان بتدفع اللي فوقها واللي تحتها لتخلص اولادها من الاخذ عسكر. يعني لو كنت انت باعت الخروفين من كيسك شو كنت بتساوي؟ لك شغله يا ابو عبده شغله. المهم هلا بتاخد ابنك يوم السبت وبتسلمه للحكم دار. ليش سوري؟ لانه ابنك صار عسكري، الحكم دار كان بده يبعته على الاشله طوالي، بس انا ترجيته انه ياجله كم يوم وكفلته لابنك ومسكت شواربي انه يوم السبت بتاخده بايدك وبتسلمه للحكم دار. ومشان عرسه؟ ليش عرسه مو يوم الخميس؟ ايه خلص بتجوز يوم الخميس وبيبات الجمعه، والسبت الصبح بتيسر على العسكريه. انتبه ابو صفوان، انا وعدت الحكم دار ومسكت شواربي. دار يا جدي والله خساره، ويا حيف ضيعتوا هالحاره وضيعتوا هالسيف.